طب هو انا لما اجيب في الثانويه العامه 50% انا كده اسمي انسان فاشل؟ كلمه فاشل ما ينفعش اصلا اقولها على حد. لا، انت مش انسان فاشل، انت فشلت او قصرت في الثانويه العامه فجبت 50%، لكن هل انت فاشل؟ لا، بالعكس، انت ممكن ال 50% دول يخلوك انت قائد في يوم من الايام، 50% دول ممكن يخلوك حاجه تانية. بس الفكره كلها في ايه، او العبره من ايه؟ انك تبدا تغير من استراتيجيه بقى نجاحك، وتبدا تغير من معتقداتك، تبدا تغير من خطه نجاحك مره تانية، وتبدا تخلي ال 50% دول تحولهم من ان هم كانوا في يوم من الايام مصيبه بالنسبه لك حصلت، لان هم بقوا دافع للنجاح فيما بعد. دخلت معهد، دخلت كليه، دخلت اي مكان، انت قدرت تتحول لان انت بقيت متميز وبقيت قمه في الكليه او في المعهد اللي انت دخلته، وخدمت المجتمع بشيء. السؤال، انت سبت ايه للمجتمع؟ انت عملت ايه للمجتمع؟ هو ده النجاح، اني اسيب اثر، واني اكون يعني سبت علامه وسط الناس، تعيش وسط الناس. كده انت اسمك انسان ناجح. الفكره هي مش دعوه ان انا اخلي الطالب مثلا انت مش مجموع درجات فخلاص ما اجيبش درجات، لا، الفكره مش في كده خالص. بس الفكره حاجه تانية، الفكره في ايه؟ انا دلوقتي اوريدي جبت 79%، ماما بتعيط وبابا بيضربني، يعني ماما بتعيط عليا وبتلولو عليا بقى وبتصوت، وبابا بيضربني بيضربني بالشبشب وبيجري ورايا بالشبشب زي ما احنا عارفين طبعا كل البيوت المصريه. طيب، ماما بتعيط وبابا بيضربني، ماما لما تعيط ال 79 هيتحولوا ل 99؟ لا اكيد لا. لا، طيب، بابا اللي بيضربني بالشبشب ده كل شبشب هينزل على وشي مثلا، يعني هيحول ال 79 ل 99 برضه، او هيزودني درجه يعني كل شبشب بدرجه؟ لا، اكيد لا. يبقى ولا الضرب ده هيفيدني بحاجه ولا اي حاجه. في حاجه اسمها بقى ان انا ايه، ارضى بما ليس له ليس منه بد. كل ما هترضى بالحاجه اللي مفيش منها تغيير هتقدر اصلا تنجح في اللي بعديها. هل انا هقدر اغير 99% دول؟ مش هقدر اغيره. يبقى خلاص ابدا ان انا اخش في الايه، في الخطوه اللي جايه، اشوف تنسيقي ايه، اشوف كليتي اللي انا هخشها ايه، ابدا ان انا انشط نفسي عشان خاطر ابقى رقم واحد في الكليه اللي انا هخشها.